السلام عليكم متتبعين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. عواشتكم مبروكه رمضان كريم، ان شاء الله تصوموا في الصحه والسلامه ان شاء الله يا رب العالمين، وبزياده الرزق يا رب العالمين عليكم وعلى الامه الاسلاميه كافه. ايوا كي دايرين المتابعين ديالي الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير. اليوم خرجت درت واحد الدويره، اليوم الشتاء تبارك الله، درت واحد الدويره نتقدى شويه، وقلت علاش ما نصور لكم هذا المنظر الزوين. ما شاء الله منظر رائع، امطار الخير ان شاء الله صيبا نافعا يا رب العالمين. اجواء رائعه، انا كتعجبني بزاف هذه الاجواء. الشتاء ما شاء الله. السلام عليكم ميثماس ويثمان ريفيين، ماني متجنت داخل المغرب وخارج المغرب. رمضان كريم ان شاء الله عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه كافه ان شاء الله. غتنظم ان شاء الله الصحه الدرهنا شي نهار سقي ربي العالمين. ايوا مختشين تريفيينينو في مازيغان، ماني متجنت اعرابون، ماني مرتجي، نتمنى تلقاشكم مليح ان شاء الله. رمضان كريم، صوركم بالاجواء، شكرا بحص العم بشحال يهاش ما شاء الله. قناقي شهر 4 ثقة درمشتا، ثقة شهر 1 شهر 12 ما شاء الله. شوفوا بحال امواج تما يوهم، أجواء رائعة. إيوا بدا نكتب الوراديج في مدينتنا في فورنيت، أجواء مدروس ثاني شان. إيوا يتماسو يتمام مقلدين مستعدين طار نضان مكان مني غدا ان شاء الله سعدين مليح بالطاعة بالعبادة يا رب العالمين. نتمنى غدا نأذيق بالله تعالى الصيام النهار القيام النفقة. خانا رقاكم المسلمين كافة ماني مجان. نتمنى راكم تعجب فلوكا، تجن فلوك متواضع، نتمنى راكم تعجب. منطقة الخير في مدينة الحسيمة، من خلال الفيديو يا رزو أشكا كل شيء يمدو كارينو صديقاتينو سواء في اليوتيوب أو في الحياة اليومية ينو. شكا شكنت بزاف قوس قصي خيط تقسيمت، شكرا بزاف اش كنت يحفظ الله تعالى ان شاء الله اسويكم ان شاء الله وادع قبل ان شاء الله هذا الفيديو، لانني في ايام او تقامات غرشي والله قانا والو فهمت. وانا سكنت تقا فيديو يا بعدا الفلوغا اخنت تستغ شوية تيما وخدشينت ان شاء الله يا رب العالمين ندور الحياة لنا الطبيعية. عاد على شوية تي الظروف هاي يمتي عيش. شكرا بزاف سقسين تخاي صحاباتي في اليوتيوب كتسقسيو عليا فين ما كنتو، الامارات، الدول العربية، مصر، الجزائر، كل مصر، الجزائر، تونس، كل الدول العربية الصديقات ديالي. الصراحة هاد اليوتيوب عطاني صديقات، تجعلني نتعرف على صديقات رائعات. اخوات كنعتبرهم الاخوات ديالي ما شاء الله اخلاق. عندي صديقات ما شاء الله، الله يحفظهم ليا ويحفظهم العائلات ديالهم يا رب العالمين.
الصراحة هذا اليوتيوب عطانا واحد النافذة كبيرة باش نتعرفوا على ناس كتار. ما شاء الله عندي صديقة في الإمارات سميتها الشيف حنان الصحراوي، ما شاء الله صديقة وفية، بغيت نشكرها من خلال هذا الفيديو. نشكرها واحد الشكر خالص على الاهتمام ديالها بيا واللي كتسول عليا. اختي حنان كنسلم عليك بزاف من خلال هذا الفيديو، وصديقات اخريات عندي بزاف ما نقدرش نحصيهم واحد الفيديو. كل مرة غنذكر صديقة، غنذكر جوج ولا ثلاثة صديقات كل فيديو. من خلال هذا الفيديو غنشكر حنان، اخت حنان الشيف حنان الصحراوي، وكنتمنى ليها ترجع في اقرب وقت اليوتيوب لانها غابت علينا بزاف وافتقدناها. دابا تقبلت القناة ديالها، الف مبروك عليها، ان شاء الله غترجع بقوة وتدير فيديوهات حتى هي. وعندي كذلك لو موند دو فريدة، قوة صديقة وفية وأخت غالية وعزيزة عليا بزاف، عندها جوج قنوات، لو موند دو فريدة خوا لو موند دو فريدة كات، واحد صديقة رائعة حتى هي كتسول وكتسقسي بزاف. شكرا ليها من خلال هذا الفيديو. وكذلك ما ننساش الأخت نور الكاشف اللي كتسكن في مصر، كنهدي ليك واحد التحية خالصة أختي نور، ليك والعائلة ديالك كاملة. شكرا ليك، انتي كمان كتسولي عليا. شكرا لكم البنات كاملين اللي داخل الأرض الوطن وخارج أرض الوطن، وما ننساش العائلة ديالي المتواجدة في الدول الأوروبية كاملة، سواء أختي او بنات عمي وبنات عمتي، كلهم بنات خوالي يسقسيو عليا دائما. الله يجازيهم بخير، الله يطول لي في عمرهم. شكرا لكم بزاف الاخوات ديالي، ان شاء الله فيديو اخر يا رب العالمين، ندير لكم واحد الفيديو يا رب العالمين. شكرا لكم. ودابا البنات غندير لكم واحد الجوله قصيره للمدينه، وغنديكم شويه الشاطئ كيمادو، غندير لكم واحد الدويره باش تشوفوا الاجواء كي دايره في الشتاء في مدينه الحسيمه. كنشكركم دائما على المتابعه، والى اللقاء.